يلعب مرتاح، داخل في الربح خارج من الخساره. في هذا السيناريو ديما الفرق هذه تخوف. ترجع الكره مره اخرى خطيره جدا الان ابره، ابراهيموفيتش يحاول يسهل المباراه على الليجري والميلان، وهدف جميل عالمي يا ولد، سهلها سهلها يا كبير، 1-0 من زلاتان ابراهيموفيتش، هدف عالمي، هدف مونديال يا زلاتان، ما فيش غيرك. اي استغرب 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 كانك ما تعرفوش يا جلياني، اعرفوا من اللحظه، اعرفوه من الان، اشهدوا له الحين انه زلاتان ابراهيموفيتش في هدفه 11 في 4 دقائق بهدف يعرف سره كان زلاتان، حتى وين يسكن الشيطان زلاتان ابراهيموفيتش، كورة ما تصدش، كورة ما تتردش، كورة تفرح الميلانيين، الله على كورة لوب، الله على كورة فوق الرؤوس وفوق الايادي وفوق الطموحات، لتغذي طموحات، لتكبر آمال، لتغذي أحلام من أجل ميلان كامبيوني. شوف الكورة، شوف رفع الكورة، وشوف الكورة وين دخلت، الكورة في الشبك. إمكانية فريق ليتش، الكرة الثابتة آخر حلول، آخر الإمكانيات ممكن لتفادي الخسارة. التشجيع متواصل من قبل البنك للفريقين، وخطيرة جدا والسيدور في كل موقف، الكرة الثانية كيما تجي، والتسديدة والدفاع، والقائم يمنع ليتش من التعادل، يمنع ليتش القائم من التعادل، مش ممكن. عملية يتابع والقائم في المساندة، والميلان في حظ يبقى متصدر بفارق النقاط الستة للحين. شوف الكرة، شوف العكسية، النيران الصديقة من نيستا على ما يبدو، الكرة ارتدت من أليساندرو نيستا، والقائم ينوب عن الحارس عملية. تبشر الدنيا التعادل، التعادل ليتشي، التعادل من ليتشي، التعادل من ليتشي، هدف التعادل، هدف التعادل، هدف الكرة الثابتة كما قلنا. إذا يتعادل ليتشي بكرة ثابتة، ليتشي يتعادل في الدقيقة 81، إثارة مباراة الفيا ديل ماري، أوليفيرا، أوليفيرا هو من تعادل، الأوروغواني رقم 10 بطريقة فنية على طريقة أمريكا اللاتينية، روبن يسجل 3 أهداف في الموسم في ماتش 17، موسمه الأول في إيطاليا، إذا هدف لهدف، شوف الركنية، شوف الكرة كتعدى، وشوف أوليفيرا روبن ما يعديهاش ويدخل الكرة في مرمى ميليا، عملية وقف مرمى، وقف مرة، والقائم ناب في الثانية والثالثة الثابتة من روبن، مش معقول دفاع الميلان يخلي الاسباس هذا الكل، المساحة هذا الكل، نيستا يوصل متأخر، وروبن أوليفيرا يوصل متقدم على دفاعات الميلان.